Amen.
صبرا
والذي
يومئذ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مقصدة والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم ولا يخاف عقباها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى
يحسبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله تطلع على الأفئدة إنها عليهم مقصدة في عمد ممددة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم حجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت فاطر السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. الحمد كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، علانيته وسره. اللهم لك الحمد حمدا حمدا، ولك الشكر شكرا شكرا. لك الحمد على الإسلام، لك الحمد على الإيمان، لك الحمد على القرآن، لك الحمد على الصيام، لك الحمد على أن بلغتنا رمضان، لك الحمد على الإطعام، لك الحمد على المال، لك الحمد على الولدان، لك الحمد على كل حال، لك المحامي.
ولا معيونا إلا عافيته، ولا مسحورا إلا فككت سحره، ولا غائبا إلا رددته، ولا مفقودا إلا حفظته، ولا طالب علم إلا فقهته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عاقا لوالديه إلا أصلحته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا أعزبا إلا زوجته، ولا أيما إلا زوجتها، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا ظالما إلا خذلته، ولا مظلوما إلا انتصرته، ولا سائرا إلا أصمته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا أسيرا من المسلمين إلا فكرت أسرا، ولا أمرا بالمعروف نهيا عن المنكر إلا وفقته، إلا وفقته، إلا وفقته وسددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة، إلا أعنتنا على أرضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا صرنا إلى ما صار
فرجا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب يا ملاذنا إذا وارانا التراب اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا إذا بلغت التراقي وقيل من راق اللهم هون علينا سكرات الموت اللهم ارحمنا إذا جاءت سكرة الموت ارحمنا يا الله هون علينا الموت وسكرته يا من عز وارتفع
موت المقصود ومن ندعو وأنت صاحب الكرم والجود أنخنا مطايانا ببابك ولذنا بجنابك ووقفنا بين يديك نرفع إليك كف الضراعة وموقنين بالإجابة نحسن الظن بك نحسن الظن بك إلهنا وسيدنا وخالقنا ورازقنا إلهنا ندعوك دعاء الأذلة ودعاء الضعفاء دعاء الخائفين الوجلين الراجين الباكين دعاء من ذلت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عينه وخشع لك جسمه إلهنا 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 انظر إلينا بعين رحمتك انظر إلينا بعين رحمتك يا من يتنزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله يا من يستحي أن يرد أيدي عباده صفرا من الذي دعاك فحرمته من الذي دعاك فحرمته ومن الذي سألك فلم تعطه إلى أنا نحسن الظن بك عتقاء من النار وأنت ربنا لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت إلهنا إلهنا انظر إلينا بعين رحمتك إلهنا لا نعلم هل نبلغ رمضان التالي إلهنا إنا نودع شهرنا اللهم إن كان في سابق علمك أن هذه الليلة هي آخر ليلة من رمضان اللهم فلا تحرمنا العتق من النار اللهم فلا تحرمنا العتق من النار اللهم فلا تحرمنا العتق من النار برحمتك يا أرحم الراحمين وبجودك وبفضلك وبكرمك استجب دعواتنا من لنا يا رب من لنا يا رب كل شيء هالك كل شيء هالك إلا وجهك إلهنا إلهنا لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك والفوز بجنانك اللهم أحلل علينا رضوانك ولا تسخط علينا بعده أبدا إلهنا إنا نودع شهرنا على تقصير منا وقد أدينا فيه قليلا من كثير وقد أنخنا تجمعنا في مثل هذا الشهر اللهم فبارك
فبارك لنا فيه، اللهم فبارك لنا فيه، اللهم وأحسن الخلافة عن باقي، اللهم وأحسن الخلافة عن باقينا، وأعد علينا رمضان أعواما عديدة، اللهم وأعد علينا رمضان أعواما عديدة، وأزمنة مديدة، ونحن في حياة سعيدة، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لمن بنى هذا الجامع، اللهم اجعله من أهل الجنة، اللهم اغفر ذنبه، اللهم اغفر ذنبه، اللهم كما بنى بيتا من بيوتك فبن له بيتا في الفردوس الأعلى، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين، واحمي حوزة الإسلام يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا في سوريا وفي بورما وفي العراق وفي كل مكان، اللهم نصرك وعزك وتمكينك لإخواننا على حدود بلادنا، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم أبرم لأمتنا أمر الرشاد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، اللهم ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا ودعاءنا وسائر أعمالنا، اللهم لا تجعل أعمالنا هباء منثورا، تقبلها منا خالصة لوجهك، طهر أعمالنا وقلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة